وحدتنا ولدت يا عربي، وحدتنا ولدت يا عربي. القائمة العربية الموحدة برنامج وطني صادق، نعم لتحقيق السلام العادل، نعم للدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس العربية، نعم للمساواة التامة والاعتراف بالمواطنين العرب كأقلية قومية وتحرير مقدساتهم الإسلامية والمسيحية. انتخب القائمة العربية الموحدة وشارتها عين العزة والكرامة، عين العروبة في الكنيسة القادمة. إخواني وأخواتي يا شباب العرب، لقد طرحنا عليكم أثناء المعركة الانتخابية برنامجنا الانتخابي الذي يشمل القضايا المركزية والعينية للجماهير العربية بعيدا عن المهاترات والمزايدات التي تطرقت لها القوائم الأخرى الفاعلة على الساحة العربية. لقد تمحورنا حول قضية مساواة الطفل العربي مع الطفل اليهودي، ومساواة العائلة العربية مع العائلة اليهودية، ومساواة البلدة العربية مع البلدة اليهودية. نحن بحق نستحق الميزانيات ونستحق المساواة في التأمين والرفاه الاجتماعي وفي قضايا البناء والإسكان والتربية والتعليم، وميزانيات لتطوير التصنيع والسياحة والزراعة في الوسط العربي وللتشبث في أرضنا وتطويرها أرض الآباء والأجداد. نحن المواطنين العرب في إسرائيل بالذات الشباب يحق لنا أن نحصل على كافة الإمكانيات لكي نبدع، نعم لنبدع في مجالات الرياضة والثقافة والفن والحضارة، لكي تبقى هاماتنا العربية عالية، لنبقى فخورين بعروبتنا. عين العزة والكرامة، صوتوا عين في الكنيسة المقبلة. وحدتنا ولدت يا عربي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة العرب، أيها المرابطون في أرض الآباء والأجداد، لم يبق إلا يومين أو ثلاثة وبعدها سوف تعلن النتيجة، فإما أن تتفجر الصناديق بالعيون الغالية التي ترسل العيون الساهرة من إخواننا العرب من جميع الممثلين المخلصين للقائمة العربية الموحدة، وبالعدد المناسب الذي يستطيع أن يحمل المسؤولية وأن يحقق النصر وأن يذود عن أحواضنا في تحقيق حقوقنا ورفع الظلم والتمييز الذين عانينا منه طيلة السنوات السابقة. فمن أولى من الأبناء المخلصين في القائمة العربية الموحدة بحمل اللواء والذود عن الحوض وتحقيق الحق ورفع الظلم عن هذه الأقلية الغالية التي أصبحت مستغلة ومستذلة في وطنها. لقد آن الأوان أن لا نعطي صوتا واحدا ولا عين غالية واحدة لأي حزب صهيوني أو من هم في الأحزاب الصهيونية. نحن أولى بأصواتنا لكي نحقق في هذه الأصوات النصر المؤزر بعون الله. إيه، عشنا وشفنا وحدتنا ولدت يا ولدي، وحدتنا ولدت يا عربي.